شحالكم؟ ياك لاباس؟ نتمنى عنكم تعودوا بخير وعلى خير، وانتم تشاهدوا هذا الفيديو ونهار جديد وفيديو جديد الطفيلات على القناه. في البدايه اسمحوا لي اللي يجيكم حسي شوي مغنغن، كانت قابتني هي الصحه. المهم الطفيلات، اول شيء نبغي نشكر الطفيلات اللي انضموا معنا للقناه، نقول لكم مرحبا بكم وسهلا معايا. والطفيلات اللي كانوا مشتركات معايا، انتم تيمنات الدار منوراتني ومرحبا بكم وسهلا كاملات. هون في هذا الفيديو الطفيلات ان شاء الله اللي نشارك معكم مختطفات من النهار. اليوم ان شاء الله اللي يعود عندي شويه مشارجي، اول شيء ضروري خاصني نمرق درك، عندي غلط اللي نقضيه، من بعد اللي نتخطى للسوبر، وفي عشية النهار ان شاء الله اللي نقيس صحاباتي اللي نجابرو ان شاء الله. قلت لكم عنا احنا الطفيلات من بيننا، يعني كنحاولوا عنا مره نجابرو عند وحده منا وصافي، كنخطو بحال هاك النهار، كنفوجو كنبدلو ذاك الروتين ديال الدار وصافي. هما اللي في نفس الوقت كنحاولو على ما كنكلفو على راسنا، يعني نجابرو على ابسط شيء. صراحه كنا سابق ذاك كنا كنعدلو ياسر مسائل وياسر من التحضيرات وياسر من الاطباق، يا غير صافي قررنا عنا نعودو نجابرو، يعني ما نكلفو على راسنا. الحمد لله نحنا تيم تعارفات ومجابرات سابق ذا. المهم الله ان شاء الله يدوم. صافي الطفيلات درك لي نتخطى باش نوجد راسي باش لهي نمرق، وكيف قلت لكم لي نحاول عني نشارك معكم مختطفات من نهاري، داكشي كامل ان شاء الله اللي نعدل لي نحاول عني نشارك معكم منه مختطفات، فخليكم معايا لاخر الفيديو. سابق لنا ننسى الطفيلات، كنت حطيت بوست في المنتدى ديال القناه، وكنت خليت لكم فيه قلت لكم عنه اي واحده تبغي تسولني سؤال ولا اي واحده عندها استفسار تخليها لي في هذاك البوست، والصراحه كنظن عنه ما لحق ياسر منكم، فهون جيت نقولها لكم في هذا الفيديو. اي واحده منكم عندها استفسار ولا تبغي تسولني اي سؤال، ما عليكم الا تخلوها لي في التعليقات اسفل الفيديو، وان شاء الله لي نعدل لكم فيديو خاص باسئلتكم. وصافي الطفيلات، وهون الطفيلات مباشرة عقب مني رجعت للدار شرملت هذه الدجاجة. مهم راكم عارفين العطرية العادية، الملح، الابزار، الخرقوم، شوي من ضامة البنة ديال السمن، الحامض المسير، ثوم، الربيع، وعدلت حتى شوي من الحار. صافي الطفيلات كيف قلت لكم الشرميله العاديه، خليتها لي شربت مزيان، درك لي نغطيها ولي ندخلها للفران. كيف تعرفوا الفران ما كيقبض لنا ذاك الوقت وذاك الشيء في التحضير، ساهل، وحتى يعني كيبقى حل ساهل بحال هكا بنين نعودو مارقين. ونفس الشيء بالنسبه لهذه البطاطا، حتى هي قطعتها على هذا الشكل، عدلت لها شي من العطريه وضفت عليها شي من اوريغانو ولا من الزعتر، وصافي لي ندخلها حتى هي للفران طيب. صافي الطفيلات، كان هذا هو الشكل النهائي ديال البطاطا وديال الدجاج عقب منين طب، كيف شفتو كيجي على هذا الشكل. وصافي قطعتهم شوي من مطيشه وشي من البصله. صافي الطفيلات، غدا ديال الزربه كيف نقولوا، راكم عارفين ملي كنعودو مارقين بحال هكا في الصبح ما كيبقى لنا الوقت نوجدو ياسر من المسايل. وصافي الطفيلات، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال يا ربي. وكيف قلت لكم الطياب في الفران كيعود يعني ساهل، ما كيقبض لنا ذاك الجهد وذاك الوقت. جيت لهي نشترك معاكم شلهي نلبس ان شاء الله عشية النهار. كتعرفوا عني ما كان اظهر في القناة، فكنفضل عني على الاقل نشترك معاكم شلبس. مهم هون طرحت هذه الملحفة كيف شفتوا عندي فيها هذو الالوان، صافي خرست الالوان اللي لهي نقد عني الناسق معاها وجبرت عنها فيها هذا البيج، وصافي عدلت معها هذه الكسوة اللي جاية بحال هكا على هذا الشكل، فيها شي من الشبكة في اليدين بيج، لهي نعدل معاهم هذا الساق وصافي. والصباط نسيت ما طرحته، حتى هو بيج الطفيلات. صافي ليه نعدل هذه المكانه وليه نعدل هذا المسك، صراحه بقى فيها لا شوي كشتو، هذا لا بتيت غوب نوار. صافي الطفيلات، ليه نعدل كيف قلت لكم هذه المكانه وشي خويت مات وصافي، ماني لي نكثر من ديا وصافي. اني خسرت نشارك معاكم شليه نلبس باش تعالى تخرس هون شتا
الصدفة خلتني أنا عرفة روحي عالية متلهفة. صافي طفيلاتهم كنا راجعات للدار وبغيت نقول صاحبتي اللي كنا معرضات عندها الله يكبر بينا وبيك صاحبة واجب، كفيتي ووفيتي صراحة، خطينا نهار زين، فوجنا ضحكنا قلعنا عنا غداج وصافي. هذا الطفيلات ما كان أجبرهم صراحة دائما مرة في 20 يوم مرة في شهر على حسب كل واحدة وظروفها، وبالأخص عنهم مام ساكنات حدايا، يا غير النهار اللي كان جابرو كيف اللي كنا أيام سنتقانيات الحمد لله من بين عظام صحابات اللي جبرتهم في هذه التراب، والحمد لله ونعم الصديقات الله يذوب المحبة المولانا. هون طفيلات نعودوا لحقنا نهاية الفيديو، نتمنى عن يعودنا لإعجابكم، إلا عجبكم الفيديو لا تبخلوا عليا بلايكاتكم تشجيعاتكم وحتى البارتاج للقناة، واللي أول مرة يزور قناتي لا تنسوا تفعيل زر الجرس داشي تنية لحكم كل جديد. خليتكم فمان الله إلى فيديو قادم إن شاء الله. باي باي.